بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وقالوا مهما تأتينا، شوف الوقاعة والغرور، وقالوا لسيدنا موسى عليه السلام مهما تأتينا به من آية لا لتسحرنا بها، يعني نومنا وتسلط علينا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن، يعني زايد الناس هذوما مهزوزين بالشك في الأنبياء عليهم السلام، مش يقبل ما حد شيء، وهذا طبيعة في البشر. ولحد الآن ما جاتش الجماعة تفهم من وقت اللي يجي تفكير بآيات الله، لابد أن تحبس وتقول هل اللي ذكرنا هل هو على حق؟ هل هو اللي رياليست؟ اسكي نو دي لا فيريتي ولا لا؟ هذا ما ماش. وذاك علاش البشرية دائما ما لا حالها، يعني زاد الطين بلة ودار الرطمة زاد خرابا والعياذ بالله، ما يهمهمش ما لام الله لأنه ما يؤمنوش به، وعندهم إشراك به سبحانه وتعالى كأنه بحاجة إلى ولد كعزير ولا سيدنا عيسى عليه السلام، وانت واضرب خلص، نسأل الله السلامة.